المختار يوم الفتح فيه طلقا بنفسه فيتعلم كتجربة خاضها بالماضي ويحاول بقدر الإمكان أن لا يكرر وقوعها حتى يتجنب عواقبها الوخيمة أو العواقب السيئة. ولهذا في مسألة محاسبة النفس الإنسان إذا لم تكن له ملكة المحاسبة التلقائية المحاسبة الذاتية
فلا يمكن لأي جهة من الجهات أن تؤثر عليه في قائمة الاستصلاح الذاتي. ولهذا جاء في الحديث عن الإمام العسكري عليه السلام: من لم يكن له واعظا من نفسه فلا واعظ له. اللي ما يتعظ من سلوكياته وأفعاله وأعماله وينظر إلى المساوئ أو السلبيات التي نتجت عن كل تصرف أو كل سلوك يسلكه ويحاول بالمستقبل أن يتجنبه، لا تعتقد أن هنالك من يمكن أن يؤثر عليه بشكل إيجابي. إن لم ينظر إلى نفسه ولم يكن له واعظا من نفسه فلا يمكن أن يتخذ من الآخرين موجة اتعاظ. هذه بالنسبة للمحاسبة التلقائية، محاسبة النفس بالنفس. وهناك من يتحاسب أو يعمل على محاسبة نفسه من إجراء المجتمع الذي يعيشه. يعني هو ما يخطئ، هو ما يوقع نفسه في المحاذير، ولكن يعيش في محيط يتلقى من هذا المحيط بعض المشاكل وبعض المساوئ اللي يتعلم منها. مثلا صاحبه صديقه تعرض إلى مشاكل أسرية مع أهله، فيشوف كيفية التعامل، كيفية دخول غمرات السلبيات فيما بين الزوجين، فهو يحذر أن يقع عليه ما وقع على غيره. يدخل مثلا يشوف أمامه خلافات وقعت بين الأسرة الواحدة، بين الإخوان مثلا، بين الآباء والأبناء، فينظر إلى هذا المعترك الخارجي، يعني خارج أسرته، خارج حيز تصرفاته، فيتخذ من الآخرين وسلوكيات الآخرين موجة وعظ عنده حتى يتجنب ما وقع فيه الآخرون من الأخطاء. فهذه جهة ثانية في التعاون. الموجة الثالثة لا، هي مقررات العقوبات التي تفرض على كل مسيء، فتصبح العقوبات هي بحد ذاتها مركز يمنع الإنسان من الوقوع في الخطأ خوفا من أن يحاسب وخوفا من أن تجرى عليه العقوبة. ولهذا احنا اليوم لما نطالع السجون هي عبارة عن زنازن وعبارة عن أماكن تقيد فيها الحريات، ولكن كنمط عالمي وكنمط سلوكي ما يسمونها السجون بمقدار ما يسمونها شنو؟ مؤسسات إصلاحية أو المؤسسة الإصلاحية العامة، لأن فيها كل شرائح زين اتخذت من اللوازم السلبية منهجا لها فأوقعتها في ساحة عقوبات. قتل، القاتل يحاسب، السارق يحاسب، المتعاطي يحاسب، المختلس يحاسب، المتجرر يحاسب، سواء كان حسابا من واقع أعمال نيابية أو من واقع جنح يمكن أنها توقفه هذه الوقفة الإصلاحية. فبالنتيجة هناك ثلاث جنبات، هناك ثلاث صور الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان أمامها حتى يتعظ. فهذه الآية الكريمة جاءت من باب التذكير حتى الإنسان يتخذ من مسالكه ومن أعماله بعض الصور التفكيرية التي تمنعه من الاتجاه السلبي في الحياة خوفا من المحاسبة أو خوفا من الوقوع في أخطاء. ولهذا يحذر
وسيعلم الذين ظلموا. سيعلم أي سيستفهم وسيتيقن، وسوف تكون عنده مسألة اطمئنان بقطعية ما سيناله من واقع شنو؟ من واقع تصرف وسلوك. هذا التصرف وهذا السلوك مثل الله سبحانه وتعالى عنه بكلمة ظلموا، أي أجرى الظلم في حياته، فينبغي أن ينتظر ردود فعل الظلم في واقع حياته. الحين احنا نأتي بسرعة نشوف شنو معنى الظلم. كثير ما احنا نسمع ظالم ظالم ظلم 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 ظالم مظلوم. شنو معنى الظلم؟ الظلم يعني ماذا؟ يعني تصرف جرى على يد الإنسان بدوافع غير واضحة، غير عقلائية، منبثقة من ظلمات التصرف، تقيد حريات الآخرين، تتعب نفسيات الآخرين، تسلب حريات الآخرين، أو تمنع الآخرين من ممارساتهم لحقوقهم. هذه كل هالأشكال اللي عبر عنها في تعريف الظلم، هذه كلها تعتبر من لوازم الظلم. فالظلم هو عبارة عن مجموعة أشياء مختلفة، لكن كل دوافع دوافع شنو؟ ظلماء. دوافع دوافع سيئة، دوافع دوافع غير مفيدة. فالله سبحانه وتعالى يقول ينبغي لمن يظلم أن يدرك أمراً واحداً، وسيعلم الذين ظلموا. شغل يدرك أي منقلب، يعني ردود أفعالهم كيف تنعكس في المجتمع وكيف يكون مردودها على الظالم نفسه. الحين واحد إذا يستفسر يقول شيخ نحن نسمع الظلم ونسمع أن الظلم متنوع، ولكن كيف يتحقق الظلم في الساحة الاجتماعية؟ بالمختصر المفيد، الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان المسلم بلوازم يتمسك بها، وذلك استنادا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا دعاكم لما يحييكم، يعني كل تطبيق للأوامر الإلهية والسنن التشريعية النبوية هي عبارة عن مصاديق حياة وازدهار، مو شكل؟ فأي مخالفة يخالف الإنسان بها أوامر الله وأوامر رسول الله اللي هي مصاديق للحياة الشعوبية والازدهار في التحور البشري يعتبر شنو؟ يعتبر ظلما، يعتبر ظلم. ولهذا اليوم العلماء قسموا الظلم أيضا إلى عدة أقسام. قالوا ظلم ذاتي وظلم متعدي. شنو الفرق بين الظلم الذاتي والمتعدي؟ يعني أكل إنسان يظلم نفسه وهذا الظلم ما يتعدى للآخرين، هذا الظلم يوقعه على نفسه إلى أن يحترق، وعواقب ظلمه لنفسه مردودة اندثار الشخصية، مردودة تهاوي هذه الشخصية المعتبرة في المجتمع. أضرب لك مثال، لاحظوا إذا الإنسان
يتعرض في المحيط الاجتماعي إلى ضغوطات خارجية. مثلا الناس يعتبرونه ضعيف شخصية، لأن تلقى بعض المرات يتفاكهون معه، يعني على قولتنا يمزحون معه، يتغشمرون معه غشمرة ثقيلة، فهو من باب عدم إيجاد ردة فعل يسكت. فهذا السكوت لربما يوهم الطرف الثاني أن هذا الشخص ضعيف، صحيح؟ فمثلا غشمرة بينك وبين صاحبك آمنا بالله، لكن يمكن واحد يعتقد بأن هذا اللي قاعد تتغشمر وياه ضعيف في الشخصية، فيخليك تتجرع عليه في الديوان أمام الناس. وإذا سكت أيضا أمام الناس لربما هني الناس أيضا يعتبرون شنو؟ مو بس ضعيف، يعتبر ضعيف وهزيل. فهذا المعتقد في الذات النفسية، الذات الذاتية، حتى إذا خرج في المجتمع الناس يتعاملون معه بشكل ضعيف، لأنهم يعتقدون أنه شخصيا شخصيته شنو؟ ضعيفة، مرجوجة، مهزوزة، صحيح؟ ولهذا تلقى مرة واحدة بعد سكوت سنوات وبعد ما يتعود عليه الناس تمر عليه حالة انفعالية ينفجر، فنستجير بالله، بدلاً أن يكون رد كلامي مثل ما أن الاستهزاء كلامي، يقوم شو يسوي؟ يقتل، يقوم يصيب الطرف الثاني، يقوم يظهر انفجاراً سلوكياً أمام الأطراف. هذا كمثال، مثال في المحاسبة في الضمن الذاتي، وعليه تقيس ما سواه. يعني شوف بعض السلوكيات اللي تخلي يصير تجرع بين الزوجين في الحياة. الزوجة تبني شخصيتها على أنها شخصية قوية، والزوج شوية هادي راكد، ما يحب يسبب مشاكل، يحب أنه يكون عاقل أمام المتشنجين، مثلا يكون مؤمن متدين، يتعبد بالنصوص التي وردت عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا قارئ الحديث، قال رسول الله عندما سأله رجل: يا رسول الله، كم يصفح الرجل لزوجته المسيئة؟ قلت كثير، أكو نصوص والأحاديث احنا نتعبد فيها. زين، فالمؤمن اللي يلتزم بقول الله وبقول الرسول يمكن أكثر الناس التزاماً بهذه التوجيهات والسنن الحياتية من اللي ما عنده علم بالتوجيهات. فيسمع سامع قارئ الخبر، الرجل يسأل النبي: يا رسول الله، كم يصفح الرجل لزوجته المسيئة؟ فيقول النبي، وهذا صيغة مبالغة، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في اليوم 30 مرة. يعني لو المرأة نقص عقلها إلى درجة إنها اتجرأت وغلطت وأساءت 30 مرة، أنت يا رجل لازم تكون عندك الحكمة ويكون عندك العقل وحسن التصرف اللي ترد هذه الجهالة بعلم وحكمة. هذا المقصود. البعض شنو يتفسره؟ النساء شي يفسرون؟ لا، هذا ما دام أنا ساكت أنا شخصيتي أقوى، وإحنا مو جايين نحط دياجة بالبيت، مشكلة ديجة ما تقطع مع ديجة والقفص يسوون تاوشون، واحد ينتف الثاني. أكو زوج وزوجة مو حاطين ديجين بالبيت حتى يتنافران. البعض يعتقد بأن إذا طرف من الأطراف ساكت فمعناته هذه الشخصية شنو؟ ضعيفة. إذا المرأة تصبر على سوء خلق زوجها معناته لازم
تنظروا إذا الزوج شخصيته هادئة أمام زوجته، تعتقد أن الزوجة تقدر تسوي الزوج خاتم بصبعها، صحيح؟ لكن لربما هؤلاء الساكتين يصلون إلى مرحلة من التعبد ومن مرحلة من العقل والإيمان أنهم يتجاوزون عن بعض السلوكيات الغير عقلائية الغير سوية اللي احنا اليوم في المجتمع نسميها حماقات، زين، من أجل المحافظة على كيان الأسرة، من أجل المحافظة على الأهم عدم تشتيت الأسرة، من أجل المحافظة على الكيان الأسري. فهني شو يصير؟ هني بهالمرحلة إذا تحقق المطلب تلقاه يصبر 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 إلى وقت من الأوقات ينفجر، فهذا الانفجار شيء يولد ضرب، يولد تعدي، يولد طلاق، يولد طرد، يولد إلى محاكم، صحيح؟ فهني الشارع المقدس يريد أن يعطي لكل إنسان موجة فكرية، يقول لك تعال دير بالك أنك أنت تكون ظالم لنفسك في مطلق السلوك، لا، لا إفراط ولا تفريط، إنما الأمر بين البينين كما يقول الصادق عليه السلام. زين، لا تسكت على طول ولا تصير حمش على طول، بكل كلمة تبي تشعم وتبي تضرب، لا، بعض المرات أكو أشياء تستاهل إنك تطوفها، أكو أشياء ما تستاهل، أكو أشياء تستاهل إنك تأخذ تعطي معاها، أكو أشياء لا تقطعها بالبداية، والإنسان لازم يتعامل مع الآخر. فهذا يسمونه الظلم النابع من الذات. فالإنسان دير باله أن يكون ظالم لذاته، ظالم لنفسه بهذا السكوت، بهذا التهاون، بهذا التفريط من حقوقه. لما يفرط كثير من حقوقه الناس تنظر إلى نظرة سيئة، بالنتيجة يستغل المستغل، المستغل يستغله. فهذا من الظلم الأول، ظلم لذاته. فهذا الذي يظلم ذاته راح تنقلب عليه يوم من الأيام وتلقاه يخسر كل ما يملك، لأنه في البدايات سكت ولم يحاسب ولم يحسن التصرف، إلى أن خسر كل ما يملك. وهني يأخذون بعض العلماء، بعض العلماء الأخلاق، يقولون واحدة من الأشياء التي تدعو إنك تظلم نفسك ويستغلك الآخر ويستغلك الآخر، إذا كان الإنسان لا يغار على ما يملك. احنا قلت ما لا غارية، يعني ما إلي اهتمامات باللي يحصل عليه أو باللي يفقده. قال يوم الأيام إنسان ما كان يملك هذا النوع من الغارية على ممتلكاته، كان يجلس في كوخ من الأكواخ والصحراء، طبعا من القصص القديمة اللي يذكرون بالتاريخ كوعظ، يملك زوجة جميلة وعنده كوخ جميل هو بالي هو صانعه، زين، ويملك معزة عنده كم راس من الماعز يقتات عليهم. في يوم من الأيام بعض اللصوص جو قال احنا هذا الرجل نشوفه وايد هادي وايد ساذج، إلى درجة من نسلم عليه يسلم علينا كأنما مثلا احنا شخصيات، خلينا نحاول نجرب نضحك عليه نشوف هذا ساذج بسيط طيب او يفهم ما يفهم، خلينا نشوف ماذا نصنع وياه. ذاك اليوم نطلع ثلاث اربع معزات وياه يروح يرعى فيهم، وصل الى جانب الماء يقول تعال فلان، قال نعم،
كانت تشرك بهالمعزات، هاي معزاتنا ليش ما أخذها؟ فكر، قال ليه هاي معزاتي أنا؟ ساكت، قال شو معزاتك؟ هذه المعزات أصلا مسروقة، مسروقة مالتنا، ملكية تعود لنا. قال والله صار لها فترة عندي هذه. دلع شوي خط راسه براسه شلون من قال على اي اساس وين دليل الجمعه اللي فقط لا ها والله هذا انا صار لي مده موجوده عندي قال لا هذه كانت مسروقه من عندنا وشوف شلون وصلت بيدك بحيث انت امره عليك شلون شلون معزاتنا عزاتنا تخرب تفضل كل هدوء فرط بملكيته فرض بمعزاته هذول هم ضحوا نصوص جايين خذوا المعزات راحوا خذوها زوجته تبتل قالت شلون انا؟ قال والله طلعوا المعزات مالتنا هذول مبيوقين كانوا زين ليش ما طالبوا بهم هالسنتين الثلاث سنوات الاربع سنوات ما حد قال هذول ملوتنا الحين طلع لهم صاحب بعد ما ادري هذا اللي صار ذاك اليوم وإذا نفسهم اجوا حطوا لهم خيوط وأربطة وقاموا يربطون بالأرض طبعا ذاك اليوم مثل اليوم الدول منظمة وأكو حركة تنظيم للأسكان ومخصصات إسكانية وقسائم سكنية ها ذاك اليوم قاعدة إنه من أحيا أول فهي له روح بأي قطعة أرض تعتدها وتحييها وتعمرها تنحسب ملكا لك الأرض لمن أحياها الأرض لمن عمرها يو حطوا الأرض في طعم خذوا شنو طعم تخيل إن شاء الله كانت شنو صار إيش كذا صار لك أنت بهالمكان وصار خمس ست سنوات أنا بعد البيت قالت ما سمعت الأرض مالت منه فلا والله مالي قال لا انت جاي متعدي على ممتلكات الغير هذه الارض اللي تشوفها كلها ارضنا احنا فما حد قال لي قال انت لازم تسال شنو ما حد يقول لك الحل شنو؟ قال لهم اخذ الاغراض واطلع برا يبغى بيتي انا اللي باني انا اللي تعبان علي قال انت منو قال لك تبي؟ يلا يا تاخذ البيت وياك يا تهد وتطلع مولانا ايضا بهذه السذاجه خسر شنو؟ خسر عدل بيته طلع له هو له هو حرمته الثلاثة أربعة يجوا واحد منهم قال والله هذه خوش حرمه انقص عليه اجا مولانا وطلقها بكل سهولة الشاهد شاهد يقولون بعد ما فرط من ملكي حلاله وبيته وزوجته يقول لقوه يسير بيده عصات قال شمال كان أنا أنتظر اللصوص إذا أجوني مرة ثانية يسرقوني الحين أعرف شلون أتعامل معاهم قال عمي بعد شنو بعد خلاص بوصل ها؟ بعد ما طار ديج مثل ما تفضل خسرت كل شيء ديج الساعة صحيت وينك من أول يوم فهذا من الأشياء اللي الإنسان لازم يتعلمها حتى لا يكون ظالماً لنفسه فعاقبة ظلم الإنسان لنفسه بعدم إحسانه أو تحسينه لسلوكه يخسر وايد من الأشياء يضيع كثير من الأمور هذا بالنسبة إلى ظلمه لنفسه وكل إنسان يظلم الآخرين هذا يظلم الآخرين تلك المرء في أمان الله لكن سبب له مشكلة اليوم احنا بالساحل الفترة الكم شهر الأخيرة تذكرون كم من قضية تم تداولها في السوشيال ميديا على الانستغرامات وبالوسائل التواصل الاجتماعي عن بعض الجرائم التي تم ارتكابها في المجتمع وإلى الآن احنا ما طلعنا راسنا وراها شو السبب ذاك اللي عزموه وبعدين قطعوه وقاموا يسحبونه بالسيارة
إلى الآن من يدري فينا ليش السالفة؟ صحيح؟ ذاك اللي نقلوا عنه إنه قاعد يطعن ذاك الشرطي رجل الأمن إلى أن قتل رجل الأمن زين وراح وبعدين لحقوه إلى ما أدري وين قتلوه، من يدري ليش السالفة؟ وكلها تقيد بصورة مبهمة. ذاك الرجل اللي قتل زوجته، ذاك الرجل اللي قتل أمه، ذاك 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 ذاك، من يدري احنا شنو الموضوع؟ احنا نسمع بالجرائم، صحيح؟ احنا نسمع بمبالغات الناس، وكل واحد يفسر صورة من صور الجريمة. ذاك اللي دخل على المرأة، ذاك اللي ينقلوني، وسبحان الله استغرب يدخل عليه كذا بسيارته يطعنها وكذا، بقول والله لا يعرفها زي يعرفها، ليش يطعنها؟ ليش يقتلها؟ بالنتيجه الكلام طويل عريض، صحيح؟ كل هالمظاهر اللي احنا قاعد نشوفها هي عباره عن الظلم الخارجي. قلنا الظلم الداخلي شنو معناته؟ لكن الظلم الخارجي ما يتعدى على الاخرين، ما يشين المجتمع، ما يشين روحية المجتمع، ما يهدد سلامة وأمن المجتمع، صحيح؟ بعد هالسالفة إذا واحد قاعد بسيارته واحد يبطل عليه الباب وما تدري شو السالفة ويطعن فيه ويمشي، أنت من تقعد بالسيارة هم ما تخاف وغير ما تقفل الباب، صحيح؟ ليش؟ صار عندك حالة نفسية انه اذا واحد يمشي في امان الله يتعرض الى هكذا عقوب. على مصفط هوشه مصفط سيارات يطعن فيقتل، على كلمه مني وكلمه منه في مجمعات وفي مولات يتفاجعون يذبحون، صحيح؟ هم كل جرائم احنا عصرناها وعشناها، هذه انماط من الظلم الخارجي، انماط من التعدي الخارجي اللي حصلت أمام عامة الناس في الخارج في المجتمع. زين هذه ردود فعلها وعاقبتها حسنة في المجتمع ولا سيئة؟ ما تخوفك؟ ما تخليك تحسن سلوكك؟ ما تخليك تحذر من أي شجار؟ ما تخليك تترقب أي إنسان صاحب سلوك غير سوي؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى لما يحط لك محذور ويخوفك من عاقبة، فلأن بالواقع بالفعل احنا امام صور سلبية متعددة الانسان لازم يحذرها ويعتبرها دروس في حياته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مثال أعطيك وأختم حديثي، من جملة الأمثلة على ذلك أيام عاشوراء إحنا نقيم العزاء باسم من؟ باسم الحسين. الحسين نعتبره ظالم ولا مظلوم؟ لكن تعال بالتاريخ، الذي ظلم الحسين أي منقلب انقلب، شنو كانت عاقبته؟ والآن وين قصر؟ وين اسمه؟ وين صيته؟ وين شهرته؟ وين قدرته؟ وين مكنته؟ حتى أنه بعد مقتل الحسين اسمه إذا كان يجيبون الناس يشمئزون من اسمه. ولهذا يقال في أخبار موت يزيد، شوف، وهذا يسمونه سوء المنقلب. دائما إحنا الله سبحانه وتعالى يقول لنا تعوذوا بالله من سوء المنقلب. يقولون بعد مقتل الحسين عليه السلام
أيضا صنع صنائع إن شاء الله جاي في الليالي القادمة. أنا أحاول أختصر لكن سمحوني يعني هو ليلة شوية. الله يعطيكم الصحة والعافية. نحاول ما نطول بس سبحان الله الحجي جر الحجي. الله يرحمه عليكم. زين بعدين تبلون مني من أول ليلة طول هو يعني. الله يحفظكم الله يسلمكم إن شاء الله. صلى على محمد. بعد مقتل الحسين ترى ما كانت الجرائم واقفة على مقتل الحسين فحسب. جرائم يزيد تعدت بالتاريخ إلى أنه أباح مدينة رسول الله. إن شاء الله يجي لكم في الليالي القادمة راح نخصص أبحاث شوية تاريخية حتى نكتسب معلومات أكثر. زين بعدها انجر إلى مكة وهدم الكعبة إن شاء الله ووايد قضايا صارت. خلال هالفترة وايد حروب داخلية صارت وتعديات. النتيجة هذا العمل الظالم أصبح لهم منقلب في نفوس الناس. الناس يسمعون يزيد ما يقولون يزيد. المجتمع يتكهرب. المجتمع ما يحس بأمان وراحة لما فعله ولما سمع من أفعال الجرائم. ذاك اليوم يستهول الصيد قال هلوم لنخرج مش عارف الوائل وفلان خل نطلع شوي نتونس. طلع مع قافلة صيد لا فشاف له ظبية في الصحراء قال أريد أن ألحقها وأصطادها أنا بنفسي. إياكم وأن تلحقوني. قام بخيله قام يلحق الظبي والظبي سبحان الله تدري غزاله بسرعة بسرعة يمين شمال يعافر وياه كذا 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 طبعا قال لا حد يلحقني. قال أنا أنت ظهرية وحر ركوب خيل وهوى يضرب بوجهك وحرارة تضرب بوجهك. فلتت الظبي منه دور تعالي وين ربع يعني وإذا به قاطع لمسافة ضيع عطشانه بماي اللي متعود على الخدم والحشم ما يقدر حتى يحرك ساكن بروحه صحيح؟ وين أروح؟ وين أشرب ماي؟ عطشان؟ يا جماعة تعبان؟ كان يشوف ذاك إنسان عربي قاعد بخيمته وقاعد يكسر لحطب ماسك فاس قال خل أروح يعطيني ماي دليلي. إجا وقف سلم عرض يا معاذ يعني ضيف قرار ضيف شيء من الواجبات. قال يا أخ العرب أريد ماء شاب راح جاب له ماي وعطاه ماي وقاعد على ظهر جواده شرب. رد لنا قال ألم تعرفني؟ عروي شعرفت عموش بين ياي منين أعرفك؟ لا كنت تلفزيون أشوف صورتي ولا قصور ولا أراجع وزارات شعرفني أنت من؟ ما حد فخي ما على إنه وعطشان عطيناك من إطلابه هي. قال لا لو كنت تعرفني لأكثرت من إكرامي. يا سبحان الله صدق ظالم وين ما يروح على أهوه. قال له عفوا لم أعرف جنابك وماسك فاس بيده وقاعد يكسر حطب. قال اسمح لي ما عرفتك ولو كنت عرفتك كما تقول لربما أكثرت في إكرامك. ضحك قال أنا أمير المؤمنين يزيد. رفع رأس العربي طال قال يزيد بن معاوية. قال نعم. قال أنت يزيد. قال نعم. قال أنت يزيد. قال نعم.
قال قاتل ابن بنت رسول الله. ترى مو كل الناس، اكو ناس غيرتها ما تسمح، اكو ناس غيرهم بالظلم، صحيح؟ هذاك من قال؟ ها؟ قال انت قاتل ابن بنت رسول الله، انت قاتل الحسين؟ اجى يتلعثم في مكانه، اجى يوخر، سبحان الله، يقول الاعرابي شال سفاس وضربه ضربه قاتله اللي وقع من فرسه فنفرت وجعلت تسحبه الى ان لقوا يزيد رجلا مقطوعه بالركاب. جسمه وين؟ اتحدى واحد الان يقدر يقول قبر يزيد وين؟ ما حد يعرف اصلا جسم يزيد بن معاويه وين راح. صار عرضه لوحوش الفلوات، الكلاب اكلت دمعت، ما حد حتى هؤلاء اللي يسمون نفسهم انصار ويدافعون عنه ليل نهار، خل واحد يطلع فيه ويقول لي تعال هذا قبر فلان، أصل لكم منه شيء حتى يندفن؟ هذا شو يسمونها؟ حسن عاقبة ولا سوء عاقبة؟ الله يقول وسيعلم الذين ظلموا. بعد أكو ظلم أكثر من ظلم الحب، يجي لك واحد اليوم أخوان زين يقول لك والله الحسين هو اللي قتل نفسه، سلوك الحسين خلاه يقتل بسيف جده، وجده قايل الا ومن بايع منكم اماما واعطى صفقه يمينه وموجد قلبه فان عرضه واخذ فضربه بعنقه. عجيب، طلع الحسين غلطان على حساب منهم، على حساب يزيد هو المغلطان. ليش دائما الناس عميانه تشوف؟ الناس ما تنظر؟ غبيه لهالدرجه مو قاريه تاريخ؟ مو سامع الكلام اللي الله سبحانه وتعالى يقول الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، ما يعرفون يميزون من الصح والغلط؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. ولهذا ايها الاحبه هذه القضيه بروحها بروحها، يعني كقاعده لما انت تشوف سوء عاقبه الانسان تعرف انه هل كان من الظالمين او كان من مظلومين. ولهذا ارجع الى الامام الحسين، اخر وصيه اوصى بها الامام زين العابدين قبل ان يخرج من الخيمه شنو قال له؟ قال له اي بني اوصيك. قال له اوصني. قال اياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا الا الله. إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا. لا تقول عنده عشيرة، ولا تقول عنده قدرة، ولا تقول عنده مكانة سياسية، ولا تقول عنده سيادة، ولا تقول لك كل شيء. خاف من هذا اللي ما عنده أحد بس عينه بعين الله. خاف من هذا اللي يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. الله سبحانه وتعالى يعرف كيف يقلب عاقبة الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. الحسين سووا فيه، لكن اليوم الحسين شنو؟ الحسين منو؟ منو يملك من اللي يملك الحسين في العالم اليوم؟ هذا المنقلب، هذا المنقلب. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. صلى الله عليك يا أبونا يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. في جميع أطر الحياة أنت الملك، أنت المتمثل بالجوهرة الأنيقة اللي تلمع في عيون العقلاء أينما حلت. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، وتبقى مأساتك حسرة في القلوب تثبيتا للمظلومية وانقلابا لمنقلب الظالمين أينما كان. ها
هذا كان وداعا الحسين مع الإمام زين العابدين. طلع من الخيمة بأبي وأمي، ذهب للقتال، ما طولت ساعة حتى دخلت عليه العقيلة زينب. عم زينب ليش اسمع صوت النساء والأطفال يبكون برا الخيمة؟ شنو هالأصوات اللي أسمعها؟ شنو هالصراخ اللي أسمعه؟ قالت لعمه لم يبقى لنا أحد. سأل عم زينب ليش ما بقى لنا أحد؟ وين عمي العباس؟ وين علي الأكبر؟ وين القاسم؟ وين أبوي الحسين؟ ليش لم يبقى في المخيم إلا أنا من الرجال؟ الله يرحمه العطية الجميل. شلون مصور حوار زينب والإمام زين العابدين؟ يقول طبت الحور على ذاك العليل توقظه، شافته مسجى ولا يا عند صديقي مرضه، لا فراشه ولا وساده، وتعب من كثر الونين، يوبا نوبا يتقلب على شماله ونوبا على اليمين. صاحت توعى يا عمه يا عز الحرم وخليفة حسين، وشيل راسك وشوف عماتك حواشر بالفضل. رفع راسه وعاين النسوان كلها مطشرة، وشاف روسه لبعوالي والجثث فوق الثرى، قال يا عم اقعديني جهل مصاب الهجر، يهجم العسكر علي انا شلون ابو فاضل رضي. قالت عم يا زين العابدين ما ظل احد من الغيام، وابي الفضل العباس على الشريعه مقطوع الكفين. بكت العقيلة زينب قالت ما يخالف أروح عاتب بفاضل. مرة أخرى صحيت أنا لحقتك على ريحة الخوة، أي والله الخوة عفتني يا خوي بقاع شلوة، يا
حسين يسرى ويسمع ولا تسكي اين الشجيه ويسمع ولا تسكي إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهنا بمحمد وآل بيت محمد اشفي مرضانا لا سيما المنظورين منهم ومن سألون الدعاء البسهم ثوب الصحة والعافية اللهم وفقنا لمراضيك جنبنا سخطك ومعاصيك اللهم ادفع عنا السوء والبلاء والوباء بحق محمد وآله النبلاء تقبل منا ومن الحاضرين والسامعين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتح مع الصلاة.